عندي طفل سريع الاستيعاب وموجاته علميه، وعندي طفل بطيء الاستيعاب وموجاته ادبيه، شاركوا نفس المجموعه، كيفاش نقدر نوفقوا بيناتهم؟ اول حاجه نبداو بها هي التقييم المبدئي للاطفال. هذا التقييم اللي خلينا نعرفوا قدرات كل واحد فيهم وكذا نميزوا ميولاتهم. هذا التقييم راح يخلينا ايضا نفهموا المواضيع الاساسيه اللي لازم نركزوا عليها مع هذه المجموعه من الاطفال. في الفيديو السابق حكينا على فلسفه ستيم وامكانيه تطبيقها في الجزائر. اليوم حبيت نعرف هل هذه الفلسفه تراعي فروقات الفرديه للاطفال. بعد ما نكونوا حددنا قدرات كل طفل، نبداو في عمل مشاريع متخصصه. هذه المشاريع تكون مميزه لهذه المجموعه بالذات، يعني انه الاطفال اللي يكونوا داخل المشروع يعملوا بطريقه تكامليه، بحيث مثلا الاطفال اللي يكون عندهم ميول للرياضيات يركزوا على حل المشكلات الحسابيه، في حين الاطفال اللي هما مايلين للهندسه نخليو لهم التصميم بتاع الشكل الخارجي، وهذا من خلال العمل ضمن مجموعات عمل صغير. عرفنا انه هذه الفلسفه تعتمد على التعليم بالمشاريع، كيفاش نقدر نوازنوا بين التعليم العملي والمشاركه الفعاله للاطفال؟ لتحقيق هذا التوازن بين التعليم العملي والمشاركه الفعاله للاطفال، نقدروا نعتمدوا بالاساس على الانشطه التفاعليه، لانه فلسفه ستيم هذا هو اساسها، انه تجيب مشاريع عمليه للاطفال. هذه النشاطات نقدروا نخصوها وفق القدرات اللي كنا ميزناها في الاول، بالاضافه الى التعليم بالممارسه، وان نستخدموا ايضا التكنولوجيا للاطفال. الاطفال يختلفوا في اسلوب تعليمهم، كاين اللي يتعلم عن طريق التلقين النظري، في حين انه الاغلبيه يحبوا يلمسوا واش راهم يتعلموا. وش هي الاضافه اللي نقدروا نقدموها للطفل اللي تحصيله ضعيف باش نوصلوا الى مستوى الطفل سريع الاستيعاب في التعليم بالمشاريع؟ اهم حاجه نقدروا نضيفوها لاطفالنا في التعليم بطريقه ستيم هي انه نرافقوهم في مشاريعهم اللي قدموها، بلا ما نهملوا الدور الاساسي للتحفيز، التحفيز اللي راح يدعم هذا الابتكار الشخصي للاطفال ويعاونهم انهم يتقدموا اكثر.